افتتحت الجلسة أسماء النواب المتغيبين بعذر بأسماء النواب المنتخبين. نعم، يعمد المجلس إلى انتخاب أميني سر. رساح أصباني. فؤاد مخزومي. فيصل الصايغ. محمد خواجة. أحمد الخير. الياس الخوري. لنكن 128 نائبا، صريحة وقوية، نعم وواحدة، موحدة ضد أي تفريط بحقوق لبنان السيادية في ثرواته المائية والنفطية مع فلسطين المحتلة، و128 نائبا لا للتنازل أو المساومة أو التطبيع قيد أملة في هذه الثروات تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوط. لنكن 128 نائبا لحفظ حقوق الموجعين كاملة وإقرار وتنفيذ كافة القوانين المتصلة بمكافحة الفساد والهدر واسترداد الأموال المنهوبة. أخيرا وليس آخرا، فليكن الخلاف والتنافس من أجل الأفضل للبنان واللبنانيين.